لفرض الرسوم الإضافية على المواطنين تجتمع المصالح الخاصة لتسلب الناس حق الدخول إلى الشواطئ العامة وتحرم خزينة الدولة ملايين الدولارات. التعديات على الأملاك البحرية العامة في لبنان تشكل باب هدر يكبد البلد خسائر مالية ضخمة. مراسلة المشهد عاينت الواقع وعادت بتحقيق مفصل. هنا في بلدة عمشيد تحت هذه الصخور تقع مغارة الفقمة كما يسمونها، حيث تتردد عليها فقمة الراهب المهددة بالانقراض. تحركات السكان والناشطين البيئيين نجحت في منع بناء فيلا فوقها، وإن كانت تحمل ترخيصا من السلطات. باسكال تتردد دائما على هذا الشاطئ مؤكدة أنها مع كل شخص يحمي الشواطئ العامة ويقف في وجه التعديات عليها. هيدا بيشوه المنظر، عم بيضرب المي، الزبالة كلها بدها تنزل، المجارير ديجا المطعم اللي حده هيدا ديجا تعدي وهيدا ما منه شي ليجال، عم بيهدد موطن الفقمة أو غير حيوانات اللي بيجوا. لا يمكن للبنانيين الوصول إلى أكثر من 80% من الشواطئ جراء التعديات على الأملاك البحرية، إذ تقدر بأكثر من 1100 تعد، معظمها غير مرخص والتي حصل الجزء الأكبر منها خلال سنوات الحرب. بحكم أنه نحن ماضيين بسنة 1976 على معاهدة اتفاقية برشلونة اللي هي لبنان تعهد فيها أنه يكون عم بيحافظ على البيئة البحرية وعلى الشط البحري، مثل ما شايفين لها نحن هلأ كتير تعديات عم بتصير وعم بتكون شوي شوي بعدها عم تاخد من هيدي المساحة 20% اللي هي دجا كتير قليلة. في ساحل الجي أيضا يشكو الناس من صعوبة الوصول إلى الشاطئ رغم تحريك الملف قضائيا وقانونيا. طلع أمر قضائي بعد فترة تفاجأنا وقف هذا الأمر، تعرفي فساد بالقضاء. حاليا ما في عنا نحن أي منفذ، وعدنا كثير من نواب ما يسمى التغيير إنه يكون في شغل على الشط، هذه السنة ما شفنا أي شيء للأسف أبدا. وفي الرملة البيضاء والناعمة شكلت التعديات على الأملاك البحرية خطرا على السكان، مع طوفان الأولى بمياه الصرف الصحي وغرق الثانية بمياه الشتاء. نحن نعرف التعدي الكبير للإذن بي، نحن برأينا أن الرخصة اللي أخذها أول شيء ببدء الأشغال هي مخالفة، هي غير قانونية وفيها زعبرة وفيها تزويرات وفي تقرير كامل لنائب المهندسين السابق بعدد على الأقل 22 مخالفة. بنط عن جهات العرب عم يعمل اليوم منتجع طويل عريض، أكيد لقلنا طلع له مرسوم، التنظيم المدني رفض المرسوم، يعني قال أنه هذا التنظيم اللي هو مختص بالهندسة قال انه ما لازم يكون في هيك مشروع على الشط لانه بيشوهه وهو مخالف، والناس كمان كانت معارضه والجمعيات المعنيه، ورغم انوف الكل طلعت الحكومه وعم تسالين مين بدعم الحكومه، طلعت بقرار انه تسمح له انه يعمل منتجع على الاملاك العامه البحريه. الدوله خسرت ملايين الدولارات مع سداد رسوم المعتدين وفقا لسعر الصرف 1500 ليره للدولار وبنسبه 0.5% من قيمه المساحه وليس 5 أو 10% كما توجب القوانين. تعد الشواطئ اللبنانية نافذة لاسترداد ملايين الدولارات المهدورة في البلاد، فبينما تعاني خزينة الدولة من عجز وشح في مداخيلها المالية، يحقق المعتدون على الأملاك البحرية ملايين الدولارات، ورغم حصول بعضها على مراسيم تشريعية من وزارة الأشغال، فإن خبراء يصفونها بالمشبوهة بسبب ما يعرف بالتنفيعات السياسية. سارة شحادي، المشهد، عمشيت، شمال لبنان.